يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: استأجر أبي شقة في أثناء سفرنا، ولم يكن في مطبخ الشقة موقد، ولم يكن في مطبخ الشقة موقد فرن، فطلب والدي من العامل في هذا الفندق أن يعمل لنا قهوة، فعمل لنا ب20 ريالا، ورأينا أن المبلغ كبير، فطلبنا أخرى، فطلبنا مرة أخرى قهوة، فعملها لنا العامل، لكن لم نعطه 20 مرة أخرى مع أنه قد طلبها، وذلك لأنه لم يوفر لنا موقدا في هذه الغرفة. يقول: هل يجوز لنا أن لا نعطيه لأنه قد غرنا وأسكننا في غرفة ليس فيها فرن؟ الموقد ليس على العامل يا أخي، الموقد على المالك، على مالك العمارة ومالك الشقة، هو الذي عليه هذا المؤجر، أما العامل مسكين ما فراش ومنظف ويفتح ويغلق، هذه مهمته، فالعامل ما له دخل في هذا، حاسب المالك المؤجر، والعامل أعطه حقه الذي طلب منك في مقابل العمل الذي عمله لك وهو ليس من عمله. نعم.